عملنا قبل كده ريفيو لارخص كيبورد وماوس جيمنج، ولكن الناس ما عجبهاش. انا لكم من الرغم ان هم رخص بس يعني خاماتهم سيئه جدا، وطلبتم مني كتير قوي ان اجيب باندل يكون خاماته كويسه وسعره خيالي. لقيتش احسن من الباندل ده، اللي خلينا نشوف ايه الموضوع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا بكم يا جيش المكتشفين في حلقه جديده على قناه اكتشف العالم، اللي هنعمل فيها ريفيو لماوس وكيبورد. الكيبورد من شركه يوتيوبيا والماوس من شركه سويت تك. يمكن ما يكونوش مشهورين قوي، بس خلينا مراعيين برضو نقطه ان دول اقتصاديين. سعر الماوس والكيبورد بندل على بعض كده اهو يتراوح ما بين من 400 ل 500 جنيه او 550 جنيه على حسب المتجر اللي انت هتشتري منه. طبعا روابط الشراء كلها في الديسكربشن تحت. طبعا تصميم الماوس خرافي جدا وفي لمسات معدن، وحتى البلاستيك ممتاز جدا، بيوصل 3200 دي بي اي جاي بستة ازرار. طبعا الماوس بينور انوار ار جي بي، ولكن بخاصيه البريسنج اللي هي الالوان تقعد تتغير كده بقى، اللي هي بمعنى صح ادريسبل ار جي بي، قابله للتغيير. مع الاسف الماوس مش جاي معاه سوفت وير تقدر ان انت تظبطه من على الكمبيوتر، ولكن ماوس بالسعر ده مثلا سعره بيتراوح ما بين 150 ل 200 جنيه. لا بجد يعني كويس جدا، وخصوصا ان كل سنتوفه في الماوس بتنور ار جي بي. نيجي بقى لتحفتنا بتاعه النهارده. مش هقول لك ولا ميكانيكال بقى ولا يطير في السقف وانت نايم، كفايه بس اني هقول لك ان الكيبورد بالكامل مصنوع من المعدن، واللي هو مش المعدن اللهبل الخفيف اللي انت تعمل كده يتكسر ده، لا ده المعدن قوي. الازرار ملهاش صوت نهائيا وانت قاعد بتعمل الكيبورد نهائي، اوعى تتخيل ان هو هيطلع حس حتى، ومريح جدا في الاستعمال. الزراير بتاعته صغيره خالص، وبالتالي وانت بتكتب كده وتحس، عارفين انتوا الشعور وانت بتكتب على اللابتوب كده ويعني يحمسك ان انت تكتب وتلعب. يا يوسف ده ميكانيكال؟ لا مش ميكانيكال، بس مش لازم ان يبقى ميكانيكال عشان يديك الاداء المظبوط. احنا بنتكلم على كيبورد سعره بيتراوح ما بين 250 ل 300 جنيه، وده بندل على بعضه سعره يتراوح ما بين 450 ل 500. والافضل من كل ده بان هو ما فيش سنتوفه في الكيبورد، ما فيهاش ار جي بي، زائد في زرار تقدر ان انت تولع او تطفي بيه الار جي بي، وكمان الار جي بي قوي جدا. اللي شاف الريفيو بتاع الكيبورد ابو 150 جنيه اللي هو الادمن هيلاحظ ان هو حجمه صغير، الزراير وحشه، تحس ان هو كيبورد عادي مثلا ب 20 30 جنيه وحطوا له كام لمبه ار جي بي. ده حتى الار جي بي بتاعه كان رايح في داهيه، عارف انت لو نورت لمبه صغيره في الاوضه تلاقيه خلاص مختفي انت مش شايفه، لكن ده شايفين انا مولع خمس لمبات قدامي واربع لمبات هنا، وبصوا تحسوا ان هو واضح وكده. ده مع العلم كمان ان الكاميرا دي ما بتجيبش الالوان واضحه. وكمان الحلو في المعدن ده ان انت لو اي حبه تراب كده وترموا عليه اديله نفخه وخلص، مش محتاج بقى انك بقى مش يعني الكيبورد البلاستيك لما بيجي عليه تراب ومثلا تسيبه لفتره طويله لازم تجيب فرشه بقى وتقعد يعني تنضفه وكده، لكن ده ما بيلزقش عليه تراب خالص، مجرد بس حتى لو في حبه تراب جم عليه من الجو اديله نفخه والموضوع خلص. روابط الشراء كلها في الديسكربشن تحت، واتشرفت جدا بمشاهدتكم للفيديو ده. لو عايزيننا نعمل ريفيو كمان باندل ماوس وكيبورد باسعار مختلفه، اكتبوا اللي انتوا عايزينه في الكومنتات وقولوا لي رايكم فيهم. سيشن لايك وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. كان معكم يوسف نصر، في امان الله.